البيان الأخير صح. بزيارة السيد العلاب والوفد المرافق له إلى واشنطن ولقاءاته بالفدرالة والخزانة الأمريكية، أصدر بيانا أنا توقفت عنده كثيرا، يقول أن الخزانة والفدرال الأمريكي يعتبرون أن البنك المركزي حقق إنجازات غير مسبوقة وخطوات فاعلة. إذا سلمت بصحة البيان، إذا كان البنك المركزي قد حقق خطوات غير مسبوقة مثل ما يقولون الولد، إذا لماذا هذه العقوبات على العراق؟ هي الحقيقة لها جانبين. الجانب الأول هي مصداقية البيان اللي صدر من البنك المركزي. أنا شخصيا ما شفت أي بيان صدر في أمريكا يتعلق بالإجراءات على خلينا نسميها السياسة المالية والنقدية في العراق. الشيء الثاني انه لو فعلا هذا الكلام، انا قريته طبعا، سمعت انه 13 بنك الى اخره، ولكن كان رده فعل السوق تكون سريعه، كان انخفض الدولار فورا وراء هذا الكلام. لم ينخفض الدولار لحد الان. شنو تعليقك على ما ورد في نص البيان؟ الدكتور سعد يشكك بهذا البيان ويستشهد انه البيان لو كان فعلا حقيقيا لكانت هنالك ردات أفعال في السوق. أنت تتذكر أيام الحصار وأيام الحروب، خبر صغير يطلع بالتلفزيون، لو يطير الدولار لو ينزل الدولار. شو هالمرة ماكو ردات فعل؟ أكو شك في البيان وصياغاته؟ بصراحة هذا البيان ما يمثل هو كل الحقيقة، وإنما هو مجرد يعني لازم يصدر بيان بعد مجرد كلام الزيارة اللي قام بها السيد. اي نعم، لانه يعني مع الاسف تسمح لي اقول يعني تمخض الجبل وولد فاره. يعني هذه المباحثات اللي قادها السيد وزير الخارجيه اللي بقى حوالي 10 ايام في الولايات المتحده الامريكيه، وكان على لقاءات مستمره مع مساعد وزاره الخزانه، وسوى مؤتمر صحفي بعدها وقال المباحثات جيده وستوصل الى نتائج، بس ما قال وصلنا الى نتائج، وقال سنستكمل هذه المباحثات في القريب العاجل. القريب العاجل راح السيد العلاق إلى واشنطن يوم 25، يوم 26 بدأت المفاوضات مع الجانب الأمريكي، ويوم 29 فضوا المباحثات وطلعوا بهذه البيانين. هو بيانين مو بيان واحد، بيانين. البيان هذا إذا تسمح لي، باقت فجر لا تحلين، قرصة خبز لا تكسرين، أكلي لما الشبعين. شلون؟ احنا عندنا معاناة، احنا عندنا مشاكل، احنا 21 سنة صار لنا بسياسة نقدية مبعثرة ما نقدر نلقى راسها من رجلها. على هذا الأساس البنك الفيدرالي الأمريكي بالمباحثات الأخيرة سمح ل 13 مصرف فقط أن يقومون بعمليات التحويلات الخارجية لأغراض الاستيراد، وبقية المصارف ما جاب طاريها. ال 32 مصرف اللي عليها حظر بالتعامل بالدولار أيضا ما جاب طاريها، وجاب طاري أنه إحدى الشركات الأمريكية راح تجي هي تقوم بعمليات متابعة تنظيم أعمال المصارف. أوليفر وايمان دكتور عبد الرحمن، هذه نعم شركة التدقيق. نعم نعم نعم، هي مو هذه نفس الشركة نعم التي اقترحت الشركتين اللي هذه مو الشركة نفسها اللي اقترحت عقوبات على المصارف العراقية؟ مو هي نفس الشركة اللي الآن أنت منبش زين تشتغل مستشار مالي بطريقة التنمية؟ طبعا أنبش لأن هاي خبزة العالم، أنا لاحب حرامية، مو نفس الشركة أستاذ نجم زداوني بالتي كانت هي الداو. مو أنا قلت لك يعني على كل كم هذه الشركة؟ لا والأدهى من هذا أنه هذه الشركة فرضوا على المصارف أنه كل مصرف لازم يدفع 15 مليون دينار لقاء 150 مليون 150 مليون يعني 10 دفاتر بالمصطلح البغدادي، أكثر من 10,000 دولار أو أكثر من 100,000 دولار. إحنا همنا الأرقام ضيعناها لأنه صارت أرقام كبيرة كلها كبيرة. تدفع كل مصرف يدفع 100,000 دولار مقابل أنه ينظم حالة هاي الشركة. المال يدفع الشركة. عندنا شركتين أرنستان ديوك لا للبنك المركزي، والبنك المركزي يحولها الى شركه طبعا لانه هي وش تسوي الشركه بهذه الاعمال؟ هذه راح تنظم عمل المصارف العراقيه.